الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازاي كيف حالك؟ تمام يا فندم. شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير، طمني عنك. والله تمام يا فندم، اتفضل. ازاي اقدر اخدمك؟ يا اخوي، في منزلين عرض، شفت فيديو على الانستغرام. ايوه، شفت زي ما حكيت لك فيديو على الانستغرام بخصوص الصوم. ايوه يا فندم، عندنا العرض. قديش سعره عندكم؟ اللي هو زي ما هو مكتوب على العرض 899 جنيه. 899 جنيه. طيب، بتصوموا عني وبتصلوا وهيك؟ بص يا فندم، احنا عندنا عروض تانية. ايش العروض اللي عندكم؟ في عندنا عرض الخشوع والبكاء اثناء الصلاة. طيب، ده 950 جنيه. اسف، خشوع بكاء اثناء الصلاة. الخشوع والبكاء اثناء الصلاة ده 950 جنيه. 950 جنيه، طيب شو في كمان عروض ثانية أقوى منها؟ وفي عرض خشوع وبكاء وقيام الليل والدعاء. الخشوع والبكاء اثناء الصلاة ده 950 جنيه. 950 جنيه، طيب شو في كمان عروض ثانية أقوى منها؟ وفي عرض خشوع وبكاء وقيام الليل والدعاء. والدعاء ده ب 1200 جنيه. بكام؟ ب 1200 جنيه. اللي هو ايش بتعملوا فيه؟ يعني ده خشوع وبكاء قيام الليل. خشوع وبكاء قيام الليل. طيب يعني انا مش محتاج اني اصلي في رمضان وادخن عادي، صح؟ لا، مش محتاج، احنا نعمل كل حاجه عندك. لو عايز حسنات برضه بدون شو حكيت اخر شيء بالله؟ بقول لك يا فندم، لو انت عايز حسنات برضه يعني بدون ده كله برضه موجود. يعني بتوزعوا حسنات يعني؟ وفي عندنا وسطه ندخلك الجنه. طب حلو والله. هذا العرض، طب اسمع، هذا العرض في رمضان قديش؟ بص، هو دلوقتي 899 جنيه عشانك، بس في رمضان يعني بيرتفع شويه. يعني لازم تبقى قبل رمضان وعلى ضمانتنا. طب يلا، الحمد لله. ممكن كمان تدفع 2000 جنيه وخليك من السبعه المبشرين في الجنه. السبعه المبشرين في الجنه؟ ايوه، ما شاء الله. طيب يا اخوي خلص، معناته تعطيني بس مهله و بالك ان شاء الله. فكرت فكرت في القرار، بس اسف في عندي اولاد صغار عشان هيك، فبفكر بالقرار صراحه. بلكي رنيت عليك اليوم وحجزت ان شاء الله. طب انت استاذ ايه اسمك؟ حسني جهاد. طب استاذ حسني كيف؟ استاذ حسني، انت لحالك ولا في حد ثاني معك عائل؟ لا، نفرض اثنين. لا، احنا في باكج للعوائل. باكج عوائل؟ طب حلو حلو. ده يكلفك 5000 جنيه. وشامل كل حاجه. مع بكاء اثناء السجود؟ نعم. وخشوع؟ بكاء بصوت عالي كمان. بصوت عالي، طب حلو. فندم، انت متصل على شركة محترمة، يعني بتضحك ليه؟ الله يدخلكم الجنة يا رب، قولوا امين. لا، احنا عندنا وسطتنا. طب الحمد لله. الحمد لله. طيب شكرا صديق. بل انت شوف انت وكلمني. خلاص، ماشي حبيبي، ماشي حبيبي. اي حد هيجي من طرفك نديه حسنات كمان. كمان، شكرا لك. حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش عن جد؟ ها؟ ايه؟ عن جد؟